يلا بصق الله يعطيك العافية وتقبل الله. حول. ليش حول؟ حول هذا البيت، انزل بروح المستراحة. أنا نفس ما رحنا سوا نبقى سوا. وش نبقى سوا؟ نفس ما رحنا الصلاة خلينا نكمل بعض. يا ابن حلال بروح المستراحة عند اخوياني، انا كبار انت صغير. ترى بعدين اذا كبرت ما اخذك معي استراحتي. لا تاخذه معك استراحتك عادي. ترى استراحتي اكون انا تاجر واخوياني تجار، ما اخذك معي. يعني استراحة اغنياء؟ هي مو زي استراحتك هم اللي وعد خانة قال عشاء وغدا. لا لا بس تاخذه معك اذا خذيتك. اي لا لا باخذك انا. هي خلاص والله. هلا بك. هلا هلا باري. يا هلا. تبكي تجي استراحة؟ هي جاي استراحة بالله. جمعك غدا. شوف ها استراحة الفقراء يبون غدا. ابو صقر يقول ماني جاي بغدا. ليه؟ يقول استراحتكم استراحة فقراء. وش عطى مكلمة. هلا ابو صقر. وش دخلك انت؟ ترى ما يجيب غدا. من اللي ما يجيب غدا؟ ما بي منك شيء، انا بضاري. ماري لا تجيب له غدا. خلنا نسمع كلامه يا أصيل، بيننا مصلحة. لا لا عطني. خلاص أبو صقر يا شف، وانت انت محزن مليان، انت اللي تبي تجيب لنا غدا، انت أطلق واحد بالكون يا شيخ. يلا أجيب لك غدا. أجيب لك غدا يا ملل. بس اسمع، إذا صارت استراحتكم عندكم غدا تعزمة. أبشر. كفو. السلام عليكم. كيف الحال؟ اللي صلى الجمعة يجي يروح ياكل. انا والله صليت. وانت راح تجيب السفره وانت راح تجيب العشاء. هلو. اي هلو ايش يقول؟ لا يا عيال انتم ماشيين بقواعد ابو صقر. هذا معليش هنا ابو صقر. لا بريء. بريء. الله عليه يا لبيب. الله خير. والله كثر الله خيرك ابو صقر. عيال ايش تقول؟ ما تدري انت وش نظام استراحات؟ اللي جاب الاكل هو اللي يشيله، تسمع ولا لا؟ ابوه. اي واسال اللي بجنبك تحسب انا اكسده. الله الوضع لا يطاق. البقاله بالله بسرعه. ازالك. الحين امورك طيبه؟ اي والله هذا الصديق الوفي يا ضاري. وش الصديق الوفي؟ هذا المندي. هذا اللي يوقف وقت الحزن ووقت الفرح ووقت المرض. هذا الصديق. هذا يقف معك؟ اي هذا اللي يوقف معك. طيب وقت المرض يقف معك؟ حلو. وقت الحزن يقف معك؟ وقت الفرح شلون يقف معك؟ ما سمعت بدموع الفرح ولا لا؟ ايوه. اي هذا اللي يوقف وقت الفرح. يعني تمسح دموعك؟ تمسح دموعك الفرحية. الله يشفيك. لك احلى كاسة شاي يا ضاع. يا ملالعز. سوق هوا. ها؟ سوق هاو ما برجال هنا. هلا والله والنعم يا عيال. عليك زود. ما برجال. وين؟ أنا ما من رجال هنا. هلا والله النعم. شوف السنبة. ها. ونعم ونعم والله يا أبو سعيد. يا سوق هاو. أقهوة. أقول لك هوا. مع الظهرية حلوة. أبكيب. شو؟ أبكيب. كيفك أقهوة أنت؟ هي. خلاص أمشي. في حليب عندنا ما يكيف. خلاص خلاص أمشي. عمو الزيكة. يا هلا أبو. نبي رسالة اليوم. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكته المسبحة بقدسه فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا على الصراط يحبو يزحف، يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا، فأتته صلاته علي فأقامته وأدخلته الجنة. فأكثر من الصلاة صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة قد تدخلك الجنة. وش تتوقع مزيكا السبب؟ والله إني غريب. مش كما في يعني ضربة بس انه تشطب سبحان الله. شوفوا كنا الحر والبرد كذا يعني تقلبات الجو. شبلاك انت؟ وشو؟ شبلاك وشو؟ كذا الشمس حرقت تو يستوي. شبلاك انت؟ احترقت سيارة انت اصلا يا دفع البلا. عشان كسرت والله اني ما ادري.
بس انها من برا من داخل ما في شيء. هذا قزازة من الكاسر. كاسر وش الكاسر؟ فهم داو من كاسر. من الكاسر من برا اتوقع متشطبه هي من الشمس. وهذا وين من الشمس؟ درجه الحراره كانت تصل عندنا 40 ما جاء شيء. اتوقع احد كاسره. اعترف اقول طلع لسان ايش دخل كذا؟ لا اصدر راعي. شوف اذا ما ضحك ايوه اذا ما ضحك معناته مو هو انكاسر. خلكم على تعال انا ماني معك انا. لا تضحك اذا ضحكت انت. هو شوف ضحك. طيب انت مجيكم تضحك. ضحك انكاسر من انت صح؟ مزيكا انت اللي كاسر ترى. عادي عادي عم مزيك اللي كاسر انت. لا صح؟ مو انا. لا انت بتتهمه انت عم مزيك انت اللي كاسر صح؟ انت ولا لا؟ كف مو انا ولا قل انا اللي كاسر وبس. ما راح اسوي لك شيء. هو ايش بلاي بيتهمك ترى؟ بيلبسني التهمة الا انا. مو انا. لا مو انا. انت ولا لا؟ انت ولا لا؟ يمكن انت شفت حق التهم. شفت انت من استني وانا اسوي شاي وتهمني اصلا. يا انتم اخويا تتهمون بعض. طيب يمكن تقلبات الجو لان ما في ضربه. يا عيال انتم ايش بلاكر؟ عم زيك تعال. انا خليه يعتذر. كاس شاي لاحلى عم زيك. تفضل يا حبيبي. إذا شرب الكاسة معناته هو. إذا ما نزل الكاسة معناته هو. إذا شرب الكاسة بسرعة معناته هو. تضحك بعد! تضحك! والله مو أنا! ما عليك منه! أنت الله يهديك احترق الولد. الحين وش المسابقة تصير؟ الحين عندي الصندوق هذا. يا سلام. تدخل يدينك وتحاول تجيب وش داخل الصندوق، زايد مغمض عيونك عشان ما تشوف. ايوه، طيب وش في موجود داخل؟ ما في شيء محدد. كل واحد يتحمل اللي يجي. يتحمل اللي يجي؟ اي نعم. يتحمل اللي يجي. الله يستر. ها تلعبون؟ ايه بلعب انا. تبي تلعب على مزيكا؟ تحمل ما يجيك؟ ان شاء الله نجرب. طبعا اللي بيجيب نقطتين هو الفايز صح؟ نعم. يا سلام. يلا يا ناصر تحداك تعرف وش الموجود داخل الصندوق. دخلين. وانتبه. وشو؟ لا 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 دوب. ها؟ ما اشوف. وشو؟ ايه بخاخ ثلج؟ ايه. صح؟ نقطة يستاهل. يلا ابدا يا عم الزيك تحداك تعرف ايش داخل الصندوق. نعم بسم الله. يلا عم الزيك. يا في شيء يعرض. وش اللي يعرض؟ دخل ايدك تاكد. يا والله في شيء يعرض. يلا عم الزيك. يا ربي ما في. طيب وش اللي داخل؟ يعني تنسحب؟ اي والله انسحب. جاهز اصيل؟ يلا بسم الله. اصبر. واحد اثنين ثلاثة. اصيل لا تحرك الصندوق. لا لا تحرك الصندوق. خلاص. يلا تأكد. خلو اصبر. خلو على راحته. زكريا اسف. لا غلطتو. يلا تأكد. ها
وشو؟ وشو؟ ما حار. غلط 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 خلاص جاوب جاوب. شوف يلا ناصر جاهز يلا. واحد اثنين ثلاث داخل داخل ناصر ناصر. ها وشو هذي لا 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 يا ابن الحلال هو مزكوم هو ما يقدر. طيب خلاص توقع وشو. لا لا صابو صابو خلاص صابو يلا جاهز عم مزيكا يلا تحمل ما يجيك ها تحمل ما يجيك يلا تخيل شوف ما يخافوا يلا ها بسرعة واضح وش هذه صح جاهز اصيل جاهز تحمل ما يجيك عليك هذا قانون يا اصيل اسكت 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 خلينا نركب خرب ناصر وش اللي خربها وش اللي خربها ايش بلاك جاوب يا وش هذا يا جاوب ناصر يا مقرف يا قليل الادب يا خايس هل وشو طيب طيب هي تراب اكيد تراب موين اشو عبالي شيء ثاني ناصر ما شاء الله عندك لغز اليوم هلا عليه جوائز عليه جوائز كم الجائزه على 500 ريال 500 ريال 500 ريال اللي جاوب من عيال ياخذ 500 يا اخي اسلم يقول أنشدك عن حي ينقله ميت أيوة والمشي الحي صاح الميت حي ينقله ميت والمشي الحي صاح الميت أيوة أنت يا الحم لا أسرع أسرع الصفيرة لا الجرس صح والله, صح, صح جوابه إيه جيب الخمسمية هاته 500 والله ما طيب ليه تقول الجائزة 500 انت بجيبه مع فيصل ليه جاوبته عليه هلا ليه 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 جاوب فيصل النقص صح ليه جاوب عليه ليه ناصر ليه 500 ولا لا والله ما معك انا وريك ولا دقيقة بس ليه اجاوبه اجاوبه ولا اللي عارف انا ذكي تبي انا بس مثير تقول ليه تقول مع 500 ما مات ما مات يلا انقل 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 لا اشوفه حرام طلعك حرف نعوض نعوض يا سي عوافي يا ابن الحلال اذكر انا واتعب بالنهايه كذا